أمثال القرآن. مثل أعمال الكافرين. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. تصور الآية الكريمة حال أعمال الكافرين في حبوطها وذهابها وعدم انتفاعهم بشيء منها في الآخرة بحال الرماد المكدس الذي هبت عليه الرياح العاصفة فمحقته وبددته وفرقته تفريقا لا يرجى له اجتماع ولا يتحقق منه انتفاع. وفي اختيار الرماد دون التراب لضرب المثل أسرار منها أن الرماد يوحي بمعنى الاحتراق والضياع والافتراق والاتضاع وعدم الانتفاع، وفيه معنى الخفة وقلة الشأن بخلاف التراب الذي فيه النفع. فكان في تشبيه أعمال الكافرين بالرماد إشارة إلى أنها مخلفات لتلك الأعمال التي يعدها الكافرون في الدنيا من الأعمال الصالحة، فهي وإن كانت حسنة في ذاتها إلا أن كفرهم بالله قد أكلها كما تأكل النار الحطب، ولم يبق منها إلا هذا الرماد الذي ذهبت به العاصفة في جهات هبوبها، كما أن الرماد لا قوام له ولا نظام، فلا يستطيع صاحبه أن يمسك به لينتفع منه. فكذلك أعمال الكافرين تصير في الآخرة هباء لا تمنحهم ثوابا ولا تدفع عنهم عذابا، وتلك هي الحسرة الأليمة والخسارة العظيمة. أمثال القرآن.